السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نتكلم عن هذه الشجرة اللي هي نبتة نواة من نواة المشمش. أول خطوة نقوم بعملية خلعها من الأرض بحذر، ثم بعد ذلك انظر لاحظ الآن هذه هي النواة، التي قد نبتت منها هذه الشجرة. ثم بعد ذلك نحضر الصيص، نستخدم الأشياء التي في المنزل من زجاجات العصير والكوكاكولا ولا غير ذلك من الأمور هذه، ونقوم بقصها ثم وضع التربة، تربة طينية ورملية وتربة مسمدة. ثم بعد ذلك نسقي هذه النبتة لتصبح جاهزة للوضع في الشمس، ويجب أن نفتح القارورة من الأسفل حتى عملية تصريف المياه حتى لا تتعفن التربة وتؤثر على النبتة. وبذلك بإذن الله تعالى هذه النبتة عبارة عن نوى مشمش. نقول بسم الله ونلقيها في التربة ونتوكل على الله، فنبتت بحمد الله تعالى، ثم نسقيها ونضعها في الشمس، وبإذن الله تعالى إن شاء الله تصبح شجرة مثمرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.